بفكر حالتنا بالويل وانه ساكنين باوضه عن جيران او عم نتشنطط بالاجارات السياحيه كل ست اشهر. هاي الحمد لله الله منعم علينا ببيت ملك بالسبع بحرات، يعني بنص الشام، وما بدنا اكثر من هيك. بتعرفي شو مشكلتك انت يا يسرا؟ وشو مشكلتي بقى؟ مشكلتك انك مالك ديناميكيه، مالك عمليه، ما عندك بعد نظر، ما عندك طموح، بترضي بقليله وحدود تفكيرك ما بتتعدى راس مناخيرك، هذا هو انت. انا؟ الك كان انا عم عدلك واوصف لك عن الجمعيه، عن المشروع، عن الخطر، الشراحه، البراحه، الهدوء، السكينه، وانت عم تحكي لنا عن بيتنا هاد يلي بسبع بحرات؟ ليش هذا بيت هاد؟ اوضه وقعد علب الكبريت، مطبخ مثل ما لك شايفه، ما بتقدر النمله تحوص فيه، النمله يلي هي نمله ما بتقدر تاخذ راحتها فيه. صوت الزمامير والباصات والسيارات وروايح البنزين والمازوت، وانت بتقلي لي بيتنا هاد اللي بسبع بحرات؟ يسرا، لكان شو بدي اقول لك؟ خدني سكني باخر معمر الله مشان اتشنطط بالتكاسي والمواصلات، حتى غير جيراني اللي صلي انا وياهم 10 سنين مثل السمنه والعسل، مشان اكل هم النزله لبيت اهلي وللسوق او لعند رفقاتي. ولك نحن ساكنين بمنطقه كل العالم تحسدنا عليها، بقى ليش لحتى نغير بيتنا ونبدل غزلاننا بقرود؟ اما سمعه. اوف، لا حول ولا قوه الا بالله، انت هذا طبعك دائما بتخطفي الكبايه من راس المعون قبل ما تفهمي شو القصه وشو السيره. انو قصه وانو سيره؟ كلامك واضح ما بده شرح وتفسير. ها شفتي شلون لساتك مصممه على طبعك؟ افهمي مني بالاول شو بدي اقول. شو بدك تقول؟ يلي بدي اقوله انه اولا مين قال لك انه نحن رح ننتقل من هذا البيت؟ وثانيا انا مثلك تمام، حابب جيراني وما رح فرط فيهم بسهوله، وحابب هي المنطقه لانها قريبه على كل شيء، يعني سقط لقط بلاقي حالي بشغلي بالسوق بالقهوه بدون ما احمل هم التكاسي والشوفيريه. فاذا ها هون حطنا الجمال. هلا انت بتكرهي يكون عنا بيت ثاني؟ بتكرهي يصير عندك شي مليون ليره مربح صافي من حق الاسم بس؟ أنو اسم؟ ها هذا يا ستي، إذا نحن سجلنا بهالجمعية مثلا وحبينا بعدين ننسحب لشي سبب، وقتها ممكن نبيع فروغ اسمنا بالجمعية بالمبلغ الفلاني. هيك العالم عم تعمل هلا، لأنه المنطقة مرغوبة كتير ومستقبلها معها، بقى ليش لحتى نخلي هيك فرصة تروح من إيدينا بدون ما نستغلها؟ شكري، قل لك شغلة؟ قولي حبيبتي. إيه أنا انتفخ قلبي من هالسيرة، بقى غير لي الموضوع. هلا كل هالمغريات ما عجبتك؟ مو قصة ما عجبتني، بس الحكي اللي ما بينفض يا حسرة قايله، وحديثنا هلأ أنا وياك كله بلا طعمة. وليش بقى؟ مو قلت لي إنك رحت على الجمعية ورفضوا طلبك وسكروها بوشك ونشفوا لك البحر؟ بلا. لكن ليش عم ترجع تعيد وتفتق بالسيرة وتعلل لي قلبي؟ مشان تساعديني. بشو؟ بشي حل. ومنين بدي جيب لك الحل يا حسرة؟ لا مدير الجمعية قرايبي ولا بعرف حدا يقدر يساعدنا بهالموضوع. الحل بإيدك أنت يا يسرا، يعني بكلمة منك بتكون طاقة القدر انفتحت لنا والله فرج علينا، بس أنت وافقي؟ على شو؟ يعني على أنه نتطلق. نتطلق؟ مو نتطلق نتطلق، لا يعني نتطلق بشكل وقتي، طلاق كذابي شكلي، على بين بس ما يطلع البيت بعدين بيرجع كل شيء أحسن من أول. بقى شو رأيك حبيبتي؟ يسرا يسرا، شو صار لك حبيبتي؟ لك شو صار لك يسرا؟ لك يا عالم والله ما سويت لها شيء، بس فتحت لها سيره الطلاق. يسرا يسورا، يسرا حبيبتي اصحي صحيتي. بدك تطلقني يا شكري بعد عشرة هالعمر كله؟ بعد ما اكلتني لحم رح ترميني عظم؟ بعد ما روحت زهرة شبابي وانا عم حاحي عليك وحوفك انت ولادك؟ بعد ما كلمة واحدة بس لاحكي، ليشك انت؟ صار لك ثلاث ساعات وانت عم تحكي، ثلاث ساعات وانت عم تاخد صد وتعطي رد وتقرب وتبعد وتصرح وتلمح. كنت من الاول بق هالبحصة وهات من الاخير رأسا. الله يجيبك يا طولة البال. انو طولة بال هاي اللي عادت تجي؟ ليش عاد في طولة بال؟ طلقني يا شكري. يا يسرا يا حبيبتي صليلي على النبي. اللهم صلي على النبي، زيدي النبي صلاه.
اللهم صل على سيدنا محمد كل دقيقة وكل وقت. هلا انت عيني امسحي لي دموعك لشوف، امسحي هاللوليات اللي عم يكرشوا على خدودك وفوتي البسي مشان نطلع هيك نشرب لنا فنجان قهوة ظريف بشي قرنة معتبرة. يلا حبيبتي يلا. لك شو سويت لها؟ غريبين النسوان. يا يسرى يا حبيبتي، فتحي عين غمضي عين بتلاقي ابننا كبر وصار شاب وبده يتجوز. بقى مو لازم هلا نفكر بمستقبله نحنا؟ يعني إذا حبينا نروح أنا وياكي ونطلب له شي بنت حلال وسألونا أهلها إذا ابننا عنده بيت وكعكتين بخيط ولا لا، شو منقول لهم؟ ابننا منتوف ودبساته مرق وما عنده بيت؟ يعني حلوة بحقنا نرتد خايبين وابننا يعنيس؟ قصدي ضل عزابي وما نفرح فيه ونشوفه عريس لأنه ما عنده بيت؟ أنت احترت والله حيرك بهالبيت واللي بدك تعمله بهالبيت. ساعة بتقلي بدنا نبيع فروغ اسمنا بالمبلغ الفلاني ونربح من وراء بلاوي، وساعة بتقلي عالشراحة والبراحة والهدوء والسكينة يلي ببيوت المشروع، وساعة بتقلي بدنا نجوز فيه ابننا بكري. إرسالك على بر بقى وحاجة تطلع ميت حجة وحجة. أنا عم بتحجج أنا؟ يعني ابننا بكري ما بده يتجوز بكرة؟ هلأ من هون ليكبر بكري ويصير شاب مشورب ويخطب ويتجوز يخلق الله ما لا تعلمون، ورب بكرة بيدبر بكرة. هلأ أنت ليش تفكيرك محدود؟ حاولي شي مرة واحدة بس تفكري لقدام لبعدين، حاولي تكوني عملية ديناميكية طموحة على الأقل. كل الناس بالبلاد المتقدمة بيخططوا لحياتهم وحياة أولادهم من قبل بوقت، مو بيتركوا أمورهم على التهاوين والتسهيل. وانت ما شاء الله صرت مثلهم؟ نحن لازم نحسب أمورنا من هلأ لأنه يلي ما بيحسب ما بيسلم، وأنا من واجبي فكر بمستقبل ابني وفر له كل الإمكانيات يلي بقدر عليها. هلأ أنت فكرت بابننا بكري وبجوازته وما فكرت ببنتنا كوسر. بكرة لما بتكبر وبتصير على وش جواز أول شي رح يقولوا الناس إنه أمها مطلقة وبينقطع نصيبها. لك أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش؟ انتهي بحالك أنت التاني. يا حبيبتي يا حبيبتي يا يسرى، أنا رح أطلقك طلاق مؤقتي. بتعرفي شو يعني مؤقتي؟ يعني أول ما رح تستلمي المفتاح تبع بيت الجمعية منكون وصلنا لبر الأمان ومنرجع لبعضنا. يعني كل الشغلة ما بتتحمل سنتين، يا ستي سنتين ونص بالكتير. السنتين يلي عم تحكي عنهم بصيروا بحساب الجمعيات السكنية 10 سنين، وهيك بتكون كوسر كبرت وعنست وانكبست مخلل كمان. لسه بتقلي كوسر؟ بعدين حتى لو الشغلة ما رح تتحمل أكتر من سنتين أو سنة أو حتى شهر بتطلقني يا شكري؟ لك بتطلقني مشان شقفة بيت؟ شو شقفة بيت أنت التانية؟ هذا يا حبيبتي عقار، أرض وسقف وحيطان، اتلحلحي شوي بقى. لك واحدة غيرك كانت ركضت بإيديها ورجليها على هيك فرصة، واحدة غيرك كانت ترجتني رجا إني طلقها مشان تقدر تشترك بهيك جمعية. لك شبنا يا يسرى شبنا، اتلحلحي أنت التانية يا حبيبتي. والله أنا بالنسبة إلي المسألة مسألة مبدأ. يا يسرى يسري أمرك وأمري، الله يرضى عليكي. لك حاجة تحقدي المسألة وتعطيها أكبر من حجمها. الشغلة كلياتها بدها شوية ديناميكية شوية طموح. لك الحياة بدها لحلحة وحركة، وبالحركة بركة، مو هيك؟ شو قلتي حبيبتي؟ ما بعرف، عملوكا لوكا عم لاقيها مرة. إيه بكرة لما بصير عنا بيتين طعم العسل رح ينسيك المرار كله. لك بس أنتي قولي إيه. شو قلتي؟ شو؟ مبروك؟ خلاص؟ طيب يا حبيبتي مبروك. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك بعمرك يا رب. عفوا أستاذ زاي رح تتجوزوا؟ لا والله حبيبي رح نتطلق. نعم. يعني أنا كمحامي من واجبي أني أسعى للصلح قدر الإمكان قبل ما نلجأ لأضغط الحلال. يعني أنتوا صاركم متجوزين حوالي 10 سنين وصار في بيناتكم أولاد، بتمنى عليكم أن تتروا وتراجعوا نفسكم منيح قبل ما نعمل المخالعة وينخرب البيت وتشردوا الأولاد. قوي قلبك أستاذ، قوي قلبك، ونحن منتشكرك كتير على مشاعرك النبيلة. بس يعني الصراحة أنا ومرتي مو بس قبلانين
ورضيانين، لا وفرحانين كثير كمان، لانه انا رح حل عنها وهي رح تحل عني، وينفصل اسمها عن اسمي وترجع لنفوس بيت اهلها بالسجلات المدنيه. يعني مو وقت الطلاق بترجع المراه لنفوس بيت اهلها؟ بترجع؟ لا اكيد بترجع. انا برايي هيك قرارات مصيريه ما لازم الواحد ياخذها بساعة غضب، حتى ما يندم وقت ما بينفع الندم. وين الغضب استاذ؟ وين الغضب؟ اشوف وشنا انا ومرتي يسرى، على قد ما لنا فرحانين رح تتشرط حناكنا وما عم نقدر نلملم ضحكتنا من الفرحه. مدام بتحبي تقولي شيء قبل ما تتبادلوا الفاظ المخالعه؟ لا استاذ، توكل على الله، نطف قلبه خليه يفرح بقى. بس بحب اذكركم ها انه المخالعه تعتبر طلاق بائن، يعني صار ما صار، غيرتوا فكركم، حبيتوا ترجعوا لبعض، بهالحاله لازم يصير عقد جديد ومهر جديد، يعني مثل اللي عم يخطب ويتجوز من اول وجديد. ولا يهمك استاذ، انت عجل وتوكل على الله ولا تطيرنا الفرحه او تاخرها. صحيح استاذ، عجل، نطف قلبه، حرام عليك، خطي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي يا مدام، وقعي لي هون اذا بتريدي. كمان توقيعك اذا بتريد. ايه على عيني وراسي، على مخي ومخموخي. وهي توقيعنا استاذ. وهيك بنكون خلصنا من اول بند. وشو الخطوه الثانيه استاذ؟ يعني اجراءات اداريه لتثبيت المخالعه عند القاضي، وبعدين المعامله بتروح لديوان المحكمه الشرعيه. والنفوس امتى؟ يعني قصدي امتى راح ينفصل اسمها عن اسمي بالنفوس؟ ما بقدر احدد لك على المضبوط امتى، لانه هي اجراءات اداريه والى روتينا الخاص فيها. لانه بصراحه استاذ انا ومرتي مستعجلين كثير، ومو من مصلحتنا انه شغلتنا تمهيص بديوان الشرعيه لبين ما توصل للنفوس. بالمشرمحي الوقت مو بصالحنا، ونحن ملحوقين كثير. ملحوقين على شو؟ على النفوس، على هو يعني والله ما بعرف شلون بدي اشرح لك. عموما انا راح ابذل جهدي قدر المستطاع، وبدي اياك تطمن. الله يخلينا اياك، الف شكر، الف شكر من القلب، شكرا جزيلا على هالمخالعه اللطيفه هي. تفضلي حبيبتي. ان شاء الله بركض لك بالفرح يا استاذ. ممنونك حبيبي، ممنونك، الف شكر لك. يسرى حبيبتي من كل قلبي الف مبروك يا روحي. وانت كمان ان شاء الله الف مبروك يا شكري. الله يبارك فيكي ويخلي لي اياك يا قلبه لشكري. تفضلي روحي استاذنا. ولله في خلقه شؤون. يعني راح امسك ايدي؟ شو تمسك لي ايدي ما تمسك لي ايدي؟ شو نسيت انه نحن مطلقين؟ مو هلا وقعنا المخالعه وطلقنا؟ بس طلاقنا هاد مو طلاق حقيقي، هذا طلاق كذابي. هلا في بالدنيا طلاق كذابي وطلاق مو كذابي؟ طلاق طلاق، هيك انا بفهم. يسرى شو بنا؟ هلا بدك تمسكي لي اياها حنبليه انت الثانيه؟ شو انت مفكر الشغله ملعبه؟ هذا اسمه طلاق، يعني هلا انا حرمت عليك وانت حرمت علي. لك يسرى حبيبتي شو عم تحكي انت؟ شو؟ وشو هاي حبيبتي كمان؟ أنا ما بسمح لك أبداً إنك تتعدى حدودك. حبيبتي يسرى ليش عم تحاكيني بهاللهجة هي؟ لك أنا شكري جوزك أبو ولادي. كنت جوزي، بس هلأ صار سعرك بسعر أي رجال غريب ماشي بهالشارع. خاطرك لوين؟ مع أنه ما إلك علي ضربة لازمة حتى تستجوبني وتسألني لوين رايحة، بس ماشي الحال هالمرة رح أجاوبك. أنا رايحة لبيت أهلي. إيه أنا بوصلي. لا خاف الناس تحكي علي إذا شافوني معك. شيك أما هي سمعة. لأصول أصول. طيب الأولاد بكري وكوسر؟ الأولاد بيضلوا عندي، لا
لحتى يطلع البيت وترجع تخطبني وتتجوزني من أول وجديد. بخاطرك. يعطيك العافية أختي. الله يعافيك. الست يسرى موجودة بالله؟ إيه أنا. تفضل. توقعي لهم بالله. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. وانت؟ شو هذا أمي؟ مثل العادة. الجمعية طالبة دفعات مشان التخصص. يا ريضة تقرضهم إن شاء الله. ما في إلا بيطلبوا دفعات. لسه هداك الشهر عطيتيه 125,000 واللي قبله 75,000 والسنة اللي مضت أخدوا 150,000. إيه شو عاملين العالم بقى رحلابة؟ أنا شو خسرانة؟ عم أدفع من جيبتي شي؟ يتفضل شكري أفندي ويدفع مثل العادة. مو هو اللي فن هالفنة وشنطتني أنا وولادي بليلة ما فيها ضوء قمر؟ يو أنتي التانية وين الشنطة بقى؟ شحك قاعدة ببيت أبوك معززة ومكرمة. والطلاق؟ طلاق لحاله بالمكفى. الناس أكلت وشي وصرت أقلب قد الكباية كل ما حدا سألني عن شكري واللي عمله فيني. وشو عمل بقى؟ هذا فوق ما عم بيسعى بمناكبها مشان يحسن وضعكم لك بنتي ويصير لكم بيت تاني مع بيت سبع بحرات؟ هلا أنت معي ولا معه؟ قال كبرية بتكبر وصغرية بتصغر. مين كان يصدق إنه صار مارق سنة وثمانية شهور وإنه البناية طلعت وتخصصتي؟ معلش أمي كلها عضة كوساية. بكرة بتستلمي بيتك وبترجعي لجوزك وبتعيشوا أنتوا وأولادكم تتهنوا بعمركم يا أمي. وبتعوضوا كل اللي راح. يلي راح ما عاد يرجع. والأيامات يلي مرقت من عمري ما بتتعوض بمال الدنيا كلها. وإذا كان شكري أفندي مفكر إنه فوتت الحمام بتطلعه بيكون غلطان كتير. شو قصدك أمي؟ قصدي بتعرفيه بعدين. لمين عم تدقي؟ لشكري مشان يجي ناولني الدفعة اللي طالبينها لأنه التأخير مو بصالحنا. دفعة كمان؟ إيه ما حلو. لا لا طبعا رح ادفع. انا اليوم المساء بمرق لعندكم وبعطيك المصاري وبشوفك. قصدي بشوف الاولاد لاني بصراحه اشتقت لك. اشتقت للاولاد يعني كوثر وبكري. ايه طيب مع السلامه. مرحبا يسرا كيفك؟ انا ما بصافح. عدم مؤاخذه نسيت انك ما بتصافحي. بس بدي اقول لك يلي ما بيصافحوا وبيحلوا كل هالقد حليانة كتير اليوم انتي. شو مناسبة هالحديث هلا؟ ابدا يا ستي اعتبريها مجاملة. ايه بس انا مالي متعودة اسمع مجاملة من حدا غريب. غريب ماشي الحال. عموما راح الكتير ما بيقل للقليل. شو هاد الكتير والقليل بقى؟ جبت لك المصاري. ليش انت شو جايب المصاري مشان يفوتوا لجيبتي ولا مشان البيت؟ وشو فرقة؟ لا فرقت كتير. مين عالباب يا يسرا؟ هذا شكري امي. يد صهري. اهلين مرت عمي. اهلين وسهلا. اهلين وسهلا. ليش على الباب؟ تفضل فوت الاولاد عم يستنوك. تفضل. لا تفضل. صهري. اي مرحبا صهري. مرتي حلوه مثل البدر يا سبحان الخالقها. لفت اللابي ليلة القدر ما بخونا ولا بطلقها. ألو. أهلين وسهلين. أهلين مرت عمي. كيف يسرعوا الأولاد؟ شو قلتي؟ بكرة رح تستلم البيت؟ أنت متأكدة مرت عمي؟ طبعا متأكدة لأنه اليوم يسرى راحت على الجمعية وهيك قالوا لهنيك. بقى انا حبيت اقول لك مشان لحتى بشرك بركي ان شاء الله بيهدى بالكم وبيلتم الشمل من اول وجديد. ايه طبعا مرت عمي طبعا. انا براسي بجي باخذها بكره مشان تستلم البيت. اقل منها يعني بعد نطره سنتين ونص. الله يبارك فيك يا حماتي الكربوجي انت. الله معك. حماتي حلوه مثل البدر يا سب. قطع الزر. وبأنه صفة بده يطلع معي مشان يشوف البيت؟ يو شلون بأنه صفة؟ بصفته جوزك أبو ولادك. أبو ولادي مزبوط بس جوزي لا. شو هالقطع واللحش هاد؟ شلون مو جوزك؟ أساساً مين اللي دفع حق البيت؟
مين اللي كان يعطيكي ملاحف رزم رزم كرزمه برزمتها؟ اه هلا استكترتي عليه يطلع يشوف جرى تعبه وعرقه؟ شو انا ابو توفيق احكي لك شي كلمه؟ شو هذا اساسا؟ هي بنتك يسرى ما لم سمي بالرحمن منوب. بابا انا ما عم انكر حق شكري بالبيت، ومشكلتي معه اصلا ما هي مشكله البيت، بقى اتركوني اتصرف على راحتي. كيف نتركك على راحتك يعني؟ يعني بدك يعني نشوفك عم تغلطي ونسكت؟ يسرى ما بتغلط ان شاء الله. شوفي بابا، انت فكري بمصلحتك ومصلحه اولادك بس، ونحن الك علينا نوجهك وننصحك. الله يديمك فوق راسنا. يلا بخاطركم. حاجة طماع زيادة انت، خربان البيت مو سهل، بعدين شكلي كويس ما في منه اثنين. ومين فتح سيرة خربان البيوت؟ عمايل بنتك يسرى عم تفسر حالة بحالة. لك اتركيها على راحتها، لا تفاولي على الشر، ما بيجوز. طلعت على البيت الجديد. طلعت على البيت؟ ليش ما استنتني حتى نروح سوا؟ والله ما بعرف، لحقها بسرعة بركي تجتمعوا هنيك. ماشي الحال، خاطري. الله معك. يسرى، مرحبا يسرى. اهلين. شلونك عيني؟ الحمد لله. شايفة على هالبيت ما احلاه؟ شايفة على هالبراحة والشراحة والهدوء؟ فعلا يا هيك البيوت يا ما بلا. شو يسرى؟ كأنه مو عاجبك البيت. اصحك ها، إذا مو عاجبك بتكوني غلطانة، غلطانة كتير. البيت حلو مو؟ مو. وليش عم تحاكيني بهالبرود؟ قولي لي كلمة على القليلة. شو بدي أقول يعني؟ ما بعرف والله، بس يعني مو معقولة ردة فعلك هي منو؟ أساساً طلعتك لحالك على هذا البيت بدوني ما كانت حلوة منك أبداً. خايف؟ وعلى شو بدي خاف؟ على البيت. وليش لحتى خاف؟ لأنه مسجل باسمي. إيه شو اسمك وشو اسمي؟ ليش في فرق بيناتنا حبيبتي؟ 100 مرة قلت لك لبقى تقلي حبيبتي. طيب ليش في فرق بيناتنا نحن اثنين يا يسرى؟ طبعا في فرق، واصلا وجودي معك هون بالبيت لحالنا ما بيجوز بالاذن. لوين نازله؟ شو هالقصه هي كمان يا ربي؟ يسرى لك وقفي شوي. شو بكي؟ وقفي لنحكي كلمتين. طيب وقفي لقلك لحظة. بأي حق عم تمسك إيدي بالطريقة هاي؟ بحق كل شي بناتنا، بحق عشرة العمر يلي قضيناها سوا أنا وياكي، لك بحق أولادنا يلي هنن هلأ بحاجتنا نضل معهم، بحق العذاب يلي تعذبته والمرار يلي تمرمرته بهالسنتين ونص يلي قضيتهم لحالي ببيت السبع بحرات لبين ما طلع هذا البيت. وهي طلع البيت شو يعني؟ يعني إنه رح نرجع نتجوز. يلا يلا امشي على المحكمة حتى نكتب كتابنا ويرجع كل شي مثل ما كان. ومين قال لك اني رح ارضى اروح معك على المحكمه ونكتب كتابنا؟ شوفي يسرى، انا وصلت معي لراس مناخيري، بقى لا تنرفزيني وتوتريني، امشي قدامي برضاتك احسن ما امشيك غصب عنك، وحاجه بقى تطمطعي فيني المقطعه هاي. شوف شكري، اذا قلبك على البيت وخايف مني اتصرف فيه مثل ما بدي، بحب طمنك انا هلا ممكن وقع لك عقد بيع باسمك بدون ما اقبض منك ولا فرنك، وهيك بصير البيت من حقك وبترتاح.
أنا ما برتاح لنرجع مثل ما كنا زمان. وكيف بدنا نرجع مثل ما كنا زمان؟ هلا بلا فلسفة وامشي قدامي عسن ليك. عم تهددني؟ والله لما الموضوع راح يحتاج تهديد ما راح أصير. أنت شو بدك مني؟ هاي بيتك وطلع. شو بدك بقى؟ بدي إياكي. بدي تتجوزيني ونرجع مثل ما كنا ببيت السبع بحرات. ويلي بده يتجوز الثاني بيحكي بهالطريقة هاي؟ وكيف بتأمريني أحكي بقى؟ حيرتيني. الأصول لما واحد بده يتجوز وحدة بيروح أول شيء وبيخطبها من بيت أهلها. إيه؟ وأنا بيت أهلي بتعرفه. طيب أنا اليوم المساء بجي وبخطبك من أبوكي. منيح هيك؟ ارتحتي هلأ؟ لا اليوم المساء ما بنقدر، جايينا خطابين. خطابين؟ لمين؟ لإلي. بقى إذا بتحب تعا بكرة المساء. خطابين إليك؟ مساء الخير مرت عمي. أهلين. شكري. أهلين. في موعد مع عمي أبو مرتي مشان أخطب بنته، يا ترى موجود هو؟ موجود وعم بنتظرك، تفضل. شكرا. يسلموا هديات، يا أرض حرسي ما عليكي. تفضل بابا. يسلموا. تفضلي ماما. يعيش أمي. يا أهلا وسهلا فيك عمي. يا عمي يخلي لي إياك، أنا حابب أتشرف وأطلب إيد مرتي يسرى، قصدي أطلب إيد المحروسة يسرى على سنة الله ورسوله، وأملي يا عمي إنك ما تردني خايب. والنعم منك والله والسبع تنعام. بس بسلامة عرفك لازم ناخد رأي العروس بالأول، ولما هي بتقول إيه أنا ما عندي مانع، اعتبرها جارية بمطبخك. شو يسرى؟ شو رأيك ماما؟ الظاهر استحيت. إيه معلوم، الحق معها، خفر العزارة. والمعنى؟ المعنى يا أما بيوافق على كل طلباتي أو بضل بيت أبي معززة مكرمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولك شو عم تعملوا هون؟ الزلمة قاعد لحاله، مو حلوة عيب. تعا اسمع هالسمعة، بنتك مفتكرة حالة خرط الخراط وقلب مات وسايقتها دلال. لا لي سايقتها دلال ولا شيء، أنا إلي طلبات، حبه يوافق عليهم برجع له، ما حبه هو بطريقه وأنا بطريقه والوضع بيضل على ما هو. قال يا عمي إذا ما بدك تجوز بنتك غلي نقدها. بصراحة هاي طلبات يسرى، هي هيك بدها. بس هي مو اسمها طلبات يا عمي، الله يخلينا اياه، هذا اسمه تعجيز. وانتو ادرى الناس بوضعي، يعني لا معي مليون متقدم ادفع لها اياه هون، ولا قدرت يجيب لها طقم الماس، ولا ضمن امكانياتي اني ساوي لها عرس باوتيل خمس نجوم، ومو وارده منوب على الاطلاق اني اكتب على حالي 3 ملايين ليره متاخر في حال صار طلاق، لا سمح الله. يعني كل شيء بالدنيا اسمه ونصيب، بالظاهر مالك نصيب عنا. كيف مالي نصيب عندكم؟ لا جنني عمي، يسرى مرتي وبدها تضل مرتي، إذا مو برضاتها غصب عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يسرى! يسرى! نعم. يلا ضبي غراضك وغراض أولاد، ضبيهم عوام، وأنا بكرة بجيب هيئة المحكمة لهون مشان نكتب كتابنا ونرجع على بيت السبع بحرات. مرت عمي إذا بتريدي شوي، لحظة إذا بتريدي. يسرى! حاجة لعب أولاد صغار بقى، حاجة! ومين يلي بلش لعب الأولاد فينا؟ مين اللي استسهل الطلاق وخربان البيت فينا؟ مو انت؟ تفضل، هاي مفتاح البيت الجديد وانا اللي علي ساويته ومهمتي انتهت خلص. لا ما خلص، انا بدي اياكي اليك، بدي نرجع لبعضنا بشروطي. لا يا اسراء هيك عم تصعبيها كتير. وانت لما فتحت لي سيرة الطلاق حتى نقدر نسجل على البيت كمان كنت عم تصعبها علي كتير. انا طلقتك مشان نكسب بيت، واذا بتوافق على شروطي رح يرجع يتعمر البيت. بس بزمانك قبلتي فيني على 7 دراهم فضة مقبوضين و25 ألف ليرة متأخر. الزمن وانت علمتوني اني اكون طموحة ديناميكية عملية واني ما ارضى بقليله، من شان هيك اقل من عرس باوتيل 5 نجوم ما رح اقبل، واقل من طقم الماس
كل ألماسة فيه بتفتح راس زلمة ما رح أرضى، وأقل من مليون ليرة متقدم يوصلوني لإيدي ما رح أوافق. وعلى اعتبار إني لازم كون ديناميكية وشوف أبعد من أرنبة أنفي بكتير، قلت لحالي يا بنت لازم تعملي مثل ما عم يعملوا هلأ بالبلاد المتقدمة وتخططي لحياتك وتحسبيها، لأنه اللي ما بيحسب ما بيسلم. منشان هيك مالي حابة أترك أموري على التهوين والتسهيل، خاصة بعد ما اتضح لي إنه سيرة الطلاق عندك أسهل من شربة المي. بقى أقل منها إني أحسب حساب الزمن وأكتب لحالي 3 ملايين متأخر بلاقيهم وقت العوزة. درسي فهمته منيح يا أستاذ وحفظته بصم، والدور الباقي عليك أنت يا ستي. وأنا لها ويلي طلبتي رح يحضر لك. مليون ليرة متقدم لإيديك وثلاث ملايين متأخر وطقم ألماس وعرس بفندق 5 نجوم. وإذا في لك إضافات تانية لا تستحي، طلبي فورا. معليش ميلي وأنا مسندك. مو على أساس ما معك ومالك حمل هالطلبات؟ ولو ليش أنا كم يسرى عندي؟ لك يسرى وحدة ما لا فردة ولا لا أخت. إيه أنت طلباتك أوامر، لك بس أنت أشري يسرى. شكري وعك تكون ناوي لك شي نية هيك ولا هيك؟ أنا طول عمري إيدي نظيفة وإنت يا يسرى أدرى الناس فيني. لكن كيف رح تأمن كل هالطلبات؟ بسيطة بسيطة ولا يهمك. رح بيع بيت 7 بحرات